mosaics, mosaic art, أو مفهومنا عن حالنا, الـ identity تاعتنا, بذكرني كتير بالmosaic arts. بذكرني كتير بهدول الـ drawings والـ paintings, لأنه بذكرني بأنه نظرتنا على حالنا وفهمنا عن حالنا بتكون من شغلات كتير صغيرة that shapes the bigger identity. So الهوية الكبيرة تاعتك مكونة من قطع صغيرة. شو من قطع الصغار هدول وكيف إحنا بنكون هوياتنا من هدول الشغلات الصغيرة؟ منكون هوياتنا من الشغلات اللي بحياتنا اللي بنستخدمها عشان نقدر نعرف مين إحنا. هيك هويتي بتتكون. تتكون من المواقف, من الشغلات من اللي بعملها, من الناس اللي بعرفها, اللي بالآخر بستخدم هاي الشغلات عشان أفهم حالي ويكون عندي مفهوم عن حالي. هاي الفكرة تشرح ليش كتير من الناس لما يخسروا شغلة بصيبهم اكتئاب أو بزعلوا أو بدخلوا بحالة نفسية مش منيحة, لأنه الإشي اللي خسروه كان جزء من هدول الحجار الصغار وجزء من الايدنتيتي تاعتهم, هويتهم. شو ممكن هم الشغلات اللي أنت تستخدمها عشان تعرف شو هي هويتك؟ مثلاً أنت ممكن تبني هويتك من خلال الإشي اللي أنت بتعمله. أنا دكتور, باني فكرة عن هويتي من الشغل تاعي. ممكن أبني جزء من هويتي من العلاقات اللي عندي, علاقاتي مع الناس, علاقاتي مع المجتمع بتبني لي جزء من مفهومي عن حالي. وبرضه بنفس الوقت الفيزيكال ابييرنس, انا طويل, انا شعري كذا, انا عيوني كذا, حتى شكلنا الخارجي نستخدمه عشان نفهم هويتنا ونفهم مين احنا ونفهم حالنا. لما تضيع موبايلك ممكن تنكد او تزعل يوم يومين ثلاثه, بس لما تضيع اشي من هدول الحجار الصغار, لما تضيع اشي كان انت رابط هويتك وفهمك عن حالك منه, بيصير اشي بنعرفه بالصحة النفسية اسمه اكتئاب. When you lose something so important, you go into depression. خلنا ناخذ examples. نحكي عن الحدا اللي اضطر يترك اهله, يترك بلده, يترك حارته, يترك مجتمعه, ويروح على بلد تاني هو مش حابب يكون فيها, مش حابب يكون بهذا المكان اللي هو فيه, فكروا بطالب جامعة راح تغرب, أو فكروا بحد طلع من الحرب أو رفيوجي. جزء من فقدانه لهويته, جزء من فقدانه لإشي كان هو بيستخدمه عشان يفهم حاله زي بيته وعيلته, لما أخذنا هذا الإشي منه أخذنا جزء من الفسيفساء تاعته الحجر تاعه, وهذا الإشي أخذ من هويته, وهذا الإشي وداله ديبرشن. أوكي, إكزامبل تاني, أوكيبيشن. تخيل حالك أنت بتشتغل بمكان أنت ما بتآمن فيه, أنت بمكان بتدرس أو بتشتغل أو بتعمل شغلة أنت مش مآمن بالشغلة اللي بتعملها. جزء من هويتك بتعرض لأنك يكون ينشال منك, أنت مش قادر تعرف مين أنت, مش قادر تعبر عن حالك من خلال هاي الشغلة. وكتير ناس بشوفهم بيكون عندهم اكتئاب, بيكون عندهم اضطراب بصحتهم النفسية بس عشان هو مش مبسوط بالإشي اللي عم بيعمله. آخر إشي وأكتر إشي بيعملنا identity crisis, relationships, العلاقات. لما انت تكون بعلاقة مع حدا او انت بتكون بتحب حدا, انت لا شعوريا عم تبني صورتك عن حالك من خلال عيونه هو. لما انا اكون مع والدتي او حبيبتي او اخوي او جاري, الاشي اللي بيحكوا لي اياه, كيف بيعملوني, كيف بيحكوا معي, بيكون لي خريطتي عن مين انا, مين حالي. فلما يجي حدا بيكون بريليشنشيب وهاي الريليشنشيب تخلص, يصير في طلاق, يصير في انفصال. ليش الناس بعد الانفصال وبعد الطلاق بدخلوا بحالة من الديبرشن أو التوتر أو الألم؟ لأنه جزء من هويتهم انشال منهم. So الهوية مش إشي سهل ومش إشي عادي, ولما يصير إشي بالعالم الخارجي يأثر على هويتك, يأثر على مفهومك عن حالك, تتعرض انت او بتزيد susceptibility تاعتك للدبرشن. والدبرشن مش اشي to take it lightly. كنا زمان نفكر الاكتئاب هو بس بالمخ, انا منكد, انا زعلان, انا متضايق, الاشي موجود بالعقل. اليوم بنعرف انه الاكتئاب هو عبارة عن joint program بين جسمك وعقلك, بين اجهزة كتير بجسمك تتدخل وبتتأثر من الاكتئاب. مثلا بنعرف انه الاكتئاب جزء منه هو عبارة عن inflammation, احتقان بالجسم. الناس اللي عندهم اكتئاب عم نلاقي مستوى احتقان بجسمهم عالي. الناس اللي عندهم اكتئاب منشوف انه عندهم self-centered, كتير افكارهم عن حالهم, كتير معتقداتهم مبنية على حالهم, ما بيقدروا يفكروا بإشي برا,
معلقين بالقصة اللي عم بيحكوها لحالهم. برضو بنفس الوقت بنلاقي الإفكتس تاعت الاكتئاب والدبرشن على مخ الإنسان are cognitively negative، يعني الذاكرة، يعني سرعة البديهة، يعني التفكير، يعني السكيلز، النشاط العقلي بقل لما أنت تكون مكتئب. وآخر إشي autonomic trigger، بزيد الهرمونات السيئة، بزيد المواد الكيميائية اللي مش مفيدة لك ومش مفيدة لمناعتك، وطبعاً أنتي سوشيال. سو موضوع الاكتئاب موضوع جدي بكلف حكومات العالم ملايين الدولارات. اليوم إحنا عايشين بعالم الاكتئاب يعتبر one of the leading causes of disability in the world. Neuropsychiatric disorders among the leading causes of disability in the world. سو موضوع الاكتئاب كتير سيريس. ووجودي اليوم هو إني أطرح فكرة، طب إذا هوياتنا معرضة للتغيير ولما هوياتنا تتحرك تنزاح تنهز إحنا معرضين للاكتئاب، والاكتئاب طلع إشي بمرضك وبتعبك وبأثر على حياتك وبأثر على المجتمع اللي حواليك. Let's propose a solution، حل لهاي المشكلة العظيمة. وأنا عم بفكر بهاي المشكلة كنت عم بقرأ كتاب لمفكر spiritual thinker اسمه إيكهارت تولي، أكيد في منكم ناس سمعوا عنه. إيكهارت تولي بيحكي إنه هوياتنا فينا نعملها بطريقتين. أول طريقة فيك تبني هويتك هي فيك تبنيها اللي بسميها form identity، الهوية المبنية على الشغلات اللي عندك إياها اللي كنت عم بحكي عنهم قبل شوي، حبيبتك، شغلك، سيارتك، معاشك، الهوية اللي بتبنيها عن الشغلات اللي عندك إياها. ولكن إيكهارت تولي بيقترح فكرة إنه الهوية كمان ممكن تنبني من مش الشغلات اللي عندك إياها، ولكن ممكن تنبني من who you are. And this is the famous quote he says about form identity and essence identity. عشان نفرق بيناتهم بطريقة أوضح. You can only lose something that you have, but you can never lose something that you are. فيك تخسر هوية أو معتقد أنت عندك إياه، ولكن ولا عمرك ممكن تخسر إشي هو أنت أصلاً. So خلينا نفكر بهذا الموضوع مع بعض. إذا هوياتنا معرضة لأنها تتغير وتنزاح وإحنا معرضين للاكتئاب من بعدها، هل ممكن نقترح إنه نكتشف ونلاقي طريقة كيف إحنا حالنا نبني هوية that is unbreakable، هوية ما ممكن إنها تنكسر لا من حادث خارجي ولا من أي إشي ممكن يصير برا؟ An unbreakable identity. Is that possible? هل هذا الإشي ممكن؟ الإشي الانترستينج إنه هذا النقلة النوعية بين إنك أنت تكون باني هويتك من الشغلات اللي عندك إياها، بعدين تنتقل لإنك تبني هويتك من حقيقتك الذاتية، من حقيقتك الروحانية، الأسنس تاعك، إز إشي دائماً بيصير وبيصير كتير مرات بكتير أشكال. فأي ثوت why not نتطلع على examples من لما الناس بحسوا أو بعيشوا هاي النقلة من هوية من الform identity للأساس identity. You'll be surprised من وين الexample الأول تاعنا. في إشي اسمه overview effect، حالة نفسية بتصيب رواد الفضاء لما يطلعوا بالصاروخ على الفضاء. في إشي بيصير مع هدول الناس، بركبوا الصاروخ بيطلعوا على السماء، بوصلوا للإنترناشنال سبيس ستيشن، بعدين بس يطلعوا فوق بتطلعوا على الكوكب الأرض تحت. الإكسبيرينس اللي بيشوفوها لما يشوف الكوكب لأول مرة من فوق بيعمل حالة سايكولوجية عند هدول الناس نسميها الأوفرفيو إفكت. شو هي الأوفرفيو إفكت؟ هي السيمتم، إذا سايكولوجيكال سيمتم بيصير مع رواد الفضاء لما يشوفوا الكوكب اللي هم كانوا عايشين عليه لأول مرة بحياتهم. هاي النقلة منلاحظها إحنا لما رواد الفضاء يرجعوا يجوا من الفضاء ويرجعوا الكرة الأرضية. احذروا شو منلاحظ فيهم. الاكتئاب راح، الخوف راح، العصبية اللي كانت عنده راحت، صعوبته بأنه يعبر عن مشاعره راحت، زي كأنه رجع إنسان مختلف، رجع عنده حب أكتر للناس، عطاء أكتر للناس، عنده إحساس بحاله أكتر، وعنده إحساس بهويته زي كأنها تجددت. This is interesting. إنه هذا الإشي عم بيصير مع رواد الفضاء. وبدي إياك تفكر إذا أنت طلعت وطلعت على الكوكب تاعنا،
افكت انك انت تكتشف وتشوف اشي هالقد مذهل هالقد كبير ممكن يأثر عليك زي ما هو يأثر عليهم، ولكن معظمنا ما حيطلع الفضاء ولا حيركب صاروخ، فهل هذا الاشي بس بزبط بالفضاء ولا بزبط على الارض هون كمان؟ اللي بنعرفه انه برضه بزبط هون وبصير هون، واللي الناس التانيين نوع الناس التانيين اللي بصير معهم نقلة نوعية بهويتهم هم الناس اللي بنقول بنحكي they experienced اشي اسمه near death situation، او بالعربي حالة كان فيها الموت مؤكد ولكن الشخص هذا ما مات. برضو هاي الرحلة أو هاي الامباكت أو هاي الاكسبيرينس تترك الناس بنوع من دهشة، نوع من تغيير من هويتهم. ما بعد الحادث بس يرجعوا تتغير كل معاييرهم، تتغير كل اهتماماتهم، وبصير في عندهم علاقة أغمق مع حالهم ومع الناس اللي حواليهم. سو السؤال الكبير، إذا الناس عم تطلع على الفضاء وعم بتشوف الكوكب عم تتغير هويتها، وناس عم بيصير معها near death experiences وعم تتغير هويتها، هل ممكن نقترح السؤال على بعض انه في شعور معين اذا احنا بنقدر نوصل له كلنا ممكن يساعدنا هذا الشعور انه احنا نغير هويتنا، انه احنا نجدد حالنا، احنا نشوف حالنا بطريقة جديدة؟ والجواب absolutely yes. وهذا الشعور له اسم، وهذا الشعور بلش العلم هلا يركز عليه ويدرسه اكثر. هذا الشعور بالانجلش اسمه awe. Awe is an overwhelming feeling produced by that which is vast, grand, sublime, or extremely powerful. هو شعور تغيير بعاطفتك اتجاه اشي اكبر منك. هذا المصطلح السمبل اللي نحكي عنه لشو هو awe، او بالعربي فينا نحكي عنها الكلمة البديلة awe is الدهشة. سديك تركز على كلمة الدهشة. أنا اليوم جاي أحكي عن هذا الشعور، لأنه إحنا بكلية الطب وبالسايكولوجي والسايكايتري بنضل ندرس المشاعر النيجاتيف. درسنا الاكتئاب ودرسنا النكد ودرسنا كل الشغلات اللي مش حلوة درسناها، بس ما ركزنا على الشغلات الحلوة، ما درسنا البوزيتيف إيموشنز. Actually here is a list of the 7 most powerful positive emotions. هدول هم الايموشنز اللي انت لما تحسهم جسمك بيكون بحاله ايجابيه ومودك وعقلك بيكون بحاله ايجابيه، ولكن هلا بلشنا ندرسهم ونركز عليهم للاسف. من الدراسات اللي عم بيعملوها على هدول السبع ايموشنز اكتشفوا انه في ايموشن واحد بيناتهم كلهم that stands out بقدرته على انه يساعد الجسم يتاقلم، يخفف الاحتقان، ويساعد الجسم يطور من القدرات الذهنية. So ممكن تاسي يقولوا pride, joy, amusement, gratitude، كلها شغلات مهمة انك تحسها، كلها شغلات انت لازم تضلك تدور عليها، ولكن اليوم I'm focused على شعور واحد اللي هو awe، اللي هو شعور الدهشة اللي ما درسناه كتير بس لازم نحكي عنه أكتر. الدهشة بطريقة تانية كيف بقدر أوصفها، الدهشة هي an experience, an emotional response to a physical or conceptual extraordinary stimuli that forces you, that challenges your normal day-to-day frame of reference and is not already integrated in your understanding of the world. هاي هي معنى الدهشة. لما تشوف إشي تضطر أنت من حجم هذا الإشي تعيد برمجة كل mental schematics تاعت عقلك. لازم تعيد برمجة الخريطة اللي أنت بتشوف منها العالم، وهذا اللي عم بيصير مع رواد الفضاء، وهذا اللي عم بيصير مع الناس اللي عم بيصير معهم near death experiences. بس ولكن كل حدا فيكم بيعرف شعور الدهشة، ممكن تسمعه أو تحسه لما تسمع غنية حلوة، أو ممكن تحسه لما تروح حوادي رم وتتطلع بالليل بالسماء، ممكن تحس شعور الدهشة لما تلعب مع ولد صغير بيبي. شعور الدهشة دائما حوالينا، بس هي it's our ability إنه إحنا نحسه نشوفه ولا يمرق منا وما نحسه. نرجع للايدنتيتي. واحد خسر إشي كبير بحياته، هويته تعرضت للموفمنت، هويته تعرضت للهز، فلما هويته تعرضت للهز بطل يعرف كيف يشوف حاله ويفهم حاله، راح لمرحلة فيها اكتئاب. هل ممكن شعور الدهشة يكون الشعور اللي بيساعد هدول الناس اللي هم هلا بأمس الحاجة
انهم يبنوا هوية جديدة ويطلعوا من الاكتئاب. واكشلي اذا بتتذكروا السبع رسماء، سبع ايموشنز اللي حكينا عنهم، او الدهشة اقوى شعور بيناتهم كلهم اللي بيقدر يعاكس السيمتومز والإفكتس تاع الدبريشن. تتذكروا السيمتومز اللي حكينا عن الدبريشن شو بيصير بالجسم؟ اوكي، ذس از اللي بنعرفه عن شعور الدهشة. شو تأثير شعور الدهشة الإعجاب بجسمك؟ شعور الدهشة أكتر شعور من كل الإيموشنز بيقلل interleukin 6. مين في دكاترة هنا؟ أوكي، interleukin 6 is an inflammatory cytokine. هي مادة تطلب من المناعة إنها تهيج. الدبريشن بيزيدها. احذر مين بيقللها؟ الدهشة. الدهشة بتقلل الاحتقان، بتقلل الكونجستشن والانفلاميشن بالجسم أكتر من لوف وأكتر من السعادة وأكتر من أني من الإيموشنز هدول بأضعاف. شعور الدهشة له تأثير على مناعتك مش بس على عقلك. شعور الدهشة is a cognitive optimizer، بيزيد الميموري، بنعنش المخ، بيشيل إدراكك من حالك وبخليك تشوف العالم بطريقة أكبر، بنشط المخ. شعور الدهشة pulls you away from yourself، بيوسع الانفورميشن، بيخليك تسمح تأخذ معلومات أكتر من الخارج لجوا. شعور الدهشة بيهدي الهرمونات وبيهدي الجهاز العصبي. شعور الدهشة بيقدر يخليك ترتبط وتحس أنك أنت you are connected أكتر مع الناس اللي حواليك، مع المجتمع اللي أنت فيه، مع البيئة اللي أنت فيها. تخيلوا شعور واحد الدهشة إيش بيعمل؟ بيعمل على الهرمونات، بيعمل على الجسم، بيعمل على المناعة، بيغير السوشيال افكتس تاعتك، زي كأنه هو الشعور بالضبط اللي بيعاكس الدبريشن والقلق اللي بيجي من ايدنتيتي لوس. ليه عم بحكي عن هذا الموضوع؟ عشان الثلاث اشخاص اللي كنت عم بحكي لكم عنهم، اللي فقد علاقة، اللي فقد بيته وراح على مكان تاني هو ما بده يكون فيه، واللي كان عم بيشتغل وبيعمل شغلة هو ما بحبها، هذول الثلاث اشخاص هم انا. وأنا لما صار فيه هدول الثلاث شغلات، لما I lost the relationship كانت كبيرة بحياتي، لما خسرتها، لما كنت عم بشتغل جراحة وأنا بعرف أني أنا ما بدي جراحة وكل يوم عم بتعذب لأني أنا بإشي أنا مش مآمن فيه مش عم بحبه، وثالث إشي لما تركت أهلي وعيلتي وكل أصحابي ورحت أضطر أعيش ببلد أنا ما بحبها عشان أكمل دراستي، هدول الثلاث شغلات حطموا هويتي، حطموا كيف أنا بشوف حالي. واضطريت بهديك اللحظة إني ألاقي طريقة كيف أحل هاي المشكلة، لأنه الاكتئاب مش إشي حلو، إنك تضلك قاعد بتختك سنتين مش إشي حلو، والمشكلة بدها حل. ولكن أنا بطبيعتي I'm already a person عنده شغف للعلم وبحب العلم. وإذا بتتذكروا شو حكى إكهارت تولي، You can lose something that you have but you can never lose something that you are. زي بلشت عندي رحلة بإني أكتشف who I am، مين أنا طيب؟ وإذا بتفكر فيها، إذا أي حدا هون فيكم بده يبلش رحلة يفهم مش what he has what he is، لازم يضطر يستخدم technologies، لازم يضطر يستخدم وسيلة توصله لهذا المكان. إيش أحسن وسيلة ممكن تستخدمها وتعتمد عليها إنه هي توصلك للصورة الحقيقية عن مين أنت؟ science، العلم. العلم إذا منخلطه وندمجه مع عنصر الدهشة، التنين مع بعض، ساينس العلم والإكسبيريشن والدهشة، عندهم الباور إنهم يغيروا شخصيتك ويغيروا حالك. وبالضبط هو السبب ليش أنا اليوم قاعد عم بحكي عن شعور الدهشة، لأنه شعور الدهشة هو اللي أنقذني. الرحلة دائما نطلع، لما بدنا نشوف الدهشة نطلع عليها كهو إشي برا، لازم أطلع على الجبل أو أروح على الفضاء أو أكتشف إشي وأجيب الدهشة من برا. ولكن اللي اكتشفته إنه أكبر نافورة أو أكبر مصدر للدهشة هو جوا. رحلتك بأنك تكتشف حالك، رحلتك بأنك تستخدم الدهشة والعلم، إنك تدخل الرحلة جوا حالك وتفهم مين أنت حقيقتك عشان تبني هوية ما حدا بيقدر يكسر لك إياها، هي أحلى وأجمل رحلة ممكن أي إنسان يخدها، وهي الرحلة اللي literally غيرت حياتي، وهي الرحلة اللي حولتني من حدا مكتئب، حدا ما كان بيعرف مين هو، لحدا كتير عنده إيمان قوي بجمال وحقيقة الإنسان. واللي بدي أعمله
أو اللي عملته هو من قد ما تأثرت من العلم، من قد ما تأثرت من شعور الدهشة، وقد شعور الدهشة غيرني combined مع العلم، العلم كوسيلة إنك تركبها كسيارة توديك للحقيقة، توديك للصورة النهائية والحقيقية لمين أنت combined مع بعض، من قد ما غيروا حياتي وأثروا علي. I actually initiated or formed the first my first company أو شركتي الأولى اللي هي اسمها Human Energy Management، وهاي الشركة مخصصة بأنها تستخدم الدهشة كوسيلة تعليم للناس. So بالمنظمات بالworkshops تاعتنا نستخدم أسلوب الدهشة عشان نخلي الناس يشوفوا العلم بطريقة جديدة، يخلي الناس يشوفوا حالهم بطريقة جديدة ويغيروا الحجار الصغار بالموزايك تبع الايدنتيتي تاعتهم. شو اللي بدي أعمله اليوم؟ بدي أقترح عليكم ثلاث أفكار علمية عندها القدرة أفكار إنها تخليك أنت تبلش تعيد برمجة خريطتك عن حالك، وتعيد برمجة الحجار الصغار اللي أنت بتستخدمهم عشان تفهم من حالك، إنه نبني بدالهم حجار كبار ما بتنهز، حتى لو حدا تركك، حتى لو هذا الحدا مات أو سافر أو هاجر، حتى لو الدنيا قلبت ولفت فيك، هويتك ما بتنهز، لأنه هاي هوية مبنية على مين أنت مش شو عندك. سو هدول الثلاث أفكار العلميين باعتقادي إذا أنت أخذت الوقت أنك تفهمهم، مش اليوم، تكمل رحلتك تدرس عنهم تقرأ عنهم أكثر بالمستقبل وتشوف قد العلم هو فعلا وسيلة لإلك أنك تعرف حالك، هدول الثلاث أفكار حيساعدوك تطلع على حالك بطريقة جديدة. الفكرة الأولى، إحنا معمولين من ذرات، صح؟ الذرات اللي احنا معمولين منهم لفترة طويلة من العلم كنا مفكرين انه الذرة هي اشي يابس زي طابة او حبة عنب صغيرة، ولكن مع كوانتم فيزيكس مع اينشتاين والاكتشافات بال 1920 بلشنا نكتشف انه الذرة اللي كنا مفكرينها زي طابة او حبة عنب صغيرة actually 99.9% من الذرة is فراغ، ولكن هذا الفراغ اللي كنا منفكره فراغ اكشلي طلع مش فراغ، طلع عبارة عن حقل من الطاقة. سو خلينا نعيد الفكرة، انت معمول من ذرات، هاي الذرات 99.9% منها فاضية، هذا الفضاء طلع انه هو عبارة عن an energy field، حقل من الطاقة. سو كل ذرة جواتك هي عبارة عن حقل او ذبذبة من الطاقة. لما تجمع كل الذرات اللي أنت معمول منهم you start asking the question إنه أنا كمان حقل من الطاقة، أنت حقل من الطاقة، بلشت تطلع على جسمك مش كإشي صغير أو حجر أو حبة عنب، لا هو كحقل كأنرجي. So think about the first idea. الفكرة الثانية، هاي الفكرة الأولى جبناها من الفيزياء، الفكرة الثانية هنجيبها من الكيمياء. إذا بتاخذ الوقت إنك تروح تدرس العلوم ترجع تتطلع على العلوم بدل ما تروح على رجيلة مع أصحابك، إذا بتاخذ الوقت إنك تقرأ وتتعلم مين أنت بدل ما تضيع وقتك تعمل شغلات تانية، الهدية لإلك إنك تعيد برمجة هويتك عن حالك وتبني هوية that is unbreakable. شو بدنا نتعلم من الكيمستري؟ إذا بتاخذ وقت تتعلم كيمستري، this is the periodic table، هاي المواد اللي إحنا معمولين منها. أنا 70% مني مية، المية هي عبارة عن هيدروجين وأكسجين، البروتين كربون ونيتروجين، أنا معمول من المواد اللي موجودة بالperiodic table. هاي المواد نعرف إحنا من الانفجار العظيم أو من الانفجار الكبير اللي بسموه بالساينس البيج بانج. البيج بانج بس أعطى الكون هيدروجين وهيليوم. سو زمان زمان لما الكون كان فاضي، الكون بس كان في جواته هيدروجين هيليوم، هاي اول ذرتين كانوا موجودين. بس احنا اليوم بنعرف انه احنا مكونين من مواد كتير كومبليكيتد اكثر من هيدروجين وهيليوم. من وين اجوا هدول المواد؟ اكشلي العلم اليوم عم بيحكي لنا انه المواد اللي اكبر من الهيدروجين والهيليوم عندها بروتونز ونيوترونز اكثر من الهيدروجين والهيليوم تاسست وتكونت وانعملت جوا الضغط الهائل والطاقة النووية اللي بتنوجد جوا النجوم. سو من دون النجوم، من دون طاقة النجوم، احنا ما كان نقدر نحول الهيدروجين والهيليوم لكربون ايرون ونيتروجين. سو هيد الفكرة بطريقة تانية، النيتروجين بالدي ان اي تاعك
الكالسيوم اللي جوه اسنانك الايرون اللي جوه دمك والنيتروجين والكربون اللي جوه عضلاتك مستحيل كانوا يكونوا موجودين كمواد لولا الضغط والطاقة والنار اللي موجودة جوه النجوم. النجوم هي اللي بتعمل المواد زي الايرون زي الكالسيوم زي الاكسجين. إذا تفكر فيها بطريقة تانية وتدور عن هويتك الحقيقية، جزء من جسمك انعمل وانطبخ جوه النجوم. الفكرة الثالثة والأخيرة، الفكرة الثالثة والأخيرة اللي انت ممكن تستخدمها كوسيلة لإلك انك تجدد هويتك عن حالك وتجدد كيف انت بتشوف حالك. الفكرة الثالثة من تخصصي، مخ الإنسان. مخ الإنسان 1.4 كيلو من فات من بروتين. هذا 1.4 كيلو من فات وبروتين لما اجينا نحاول ندرس قديه فيه كثافه وقديه فيه خلايا اعصاب جواته استعجزنا. غير ال 48 بليون خليه جوا المخ، كل خليه عندها سينابسز عندها كونكشنز من بين 2000 ل 6000 كونكشن مع خليه ثانيه. الصوره اللي بدي ارسم لك اياها، اذا بتفكر بعدد كثافة الخلايا جوا مخ الإنسان actually أكتر من عدد النجوم اللي موجودة بالمجرة تاعتنا وأكتر من عدد المجرات اللي موجودين بالobserver باليونيفرس. So بين دينيك وراء عيونك في إشي وزنه 1.5 كيلو، هذا الإشي الوزنه 1.5 كيلو فيه كثافة فيه connections جواته أكتر من ما فيه نجوم بالمجرة ومجرات بالكون. وبحب أخلص وأحكي إذا هدول الثلاث نقاط ما خلوك تشعر بالدهشة don't worry it means إن أنت لسه ما فهمتهم. إذا بتاخد الوقت وبتروح وبتدرس you take your time to تدرس مين أنت وتفهم حالك من خلال العلم وتستخدم الدهشة كشعور أنت لازم دائما تلحق أو تحاول تدور عليه بحياتك، هدول الشغلتين combined مع بعض هيقدر يخلوك تبني an unbreakable identity، هوية ما حدا بيقدر يكسر لك اياها، هوية ما حدا بيقدر حدا ياخذها منك لانه هي اصلك هي انت. So بدي اياكم تطلعوا من شيء من هذا التوك، بدي اياكم تطلعوا بريمبرينج وان ثينج. They can take what you have but they can never take what you are. اذا بتقضي وقتك وطاقتك بانك تحاول تلحق الرسالة، تلحق الدهشة اللي موجودة جوا العلم، جوا الانسان، جوا علم الانسان، هذا الشيء ما حيخذلك. هذا الشيء حيوديك على عالم جديد، على منسوعة فكر جديدة. هاي الأفكار نفسها والشعور الدهشة اللي بيجي من هذا الشيء حيحميك، حيحمي مناعتك، حيحمي جسمك، حيخليك so much better in your life and so much better in your future. Thank you and good luck.